حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت فلم يلبث ان خرج فقلت او قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت ان ابيته فقسمته